من air pressure results in separation of a desmic membrane from stroma. And the edge of the desmic membrane separation is outlined with a dense white band. This allows replacement of pathological stroma with donor tissue devoid of the desmic membrane, the target بتاع الدلك. زي ما كلنا عارفين الـ indications of DALK, all causes of corneal ectasia that include the keratoconus, keratoglobus, pellucid marginal degeneration, post-lasic ectasia, and stromal dystrophies as granular dystrophy, macular dystrophy, lattice and adulium. A scar of previous infection as herpes, trachoma, acantholytic keratitis that spared the desmic membrane. ودي نقطة مهمة جدا إن إحنا نقدر نعمل ده لكل الحالات اللي فيها corneal stroma بشرط إن الديسمك membrane والإنديسيليوم يكون سليم. الـ contraindication طبعا corneal diseases with endothelial dysfunction as Fox dystrophy, الـ ICE syndrome. ليه دايما الناس بتفكر وتتجه ناحيه الدلك؟ ده مهم جدا. الادفانتجز اوف الدلك انه في حال اوفر ذا بريتريتنج كراتوبلاستي ان انا بقدر اعمل بريزرفيشن للريسيبيانت ديسمت ممبرين اند ذا اندوثيليوم. وده بيخليني يعمل لي اليمينيشن اوف اندوثيليال جرافت ريجكشن اند ديكريز الاوفر اول انسلنس اوف الالو جرافت ريجكشن and decreases the incidence of suprachoroidal effusion and hemorrhage, or avoid all the complication of open sky penetrating keratoplasty. The disadvantages of DALK now are surgically difficult and hypothetical optical defect of the interface. Surgical steps of DALK. وأول حاجة هنبدأ بيها هو الماركينج اوف ذا كورنيال سنتر. ودي خطوة مهمة جدا جدا إن أنا ببدأ أعمل ماركينج للسنتر اوف ذا هوست كورنيا. إيه أهميته؟ إن هو هيعمل لي سنتريشن للترافينيشن وده هيقلل لي كتير جدا في الانديوزد استجماتيزم. ولازم أخلي بالي إن معظم الحالات اللي إحنا بنشتغل فيها الدلك إن هي بتكون فيها كراتوكونس واللي بيكون فيها دايما شيفتنج للكورنيال ايبكس عن البيوبيلاري سنتر، وبالتالي السنتريشن دايما بتاعي بيكون على الكورنيال ريفلكس مش على البيوبيلاري ريفلكس. ببدا اقيس الفيديو هيورينا ان انا ببدا اقيس دايما 4.5 مللي 4.5 millimeters from limbus from each quadrant and the main triangle or rectangle and making the center of the rectangle it's the center for me when using the trifine. This is the center. Step number two, trifine adjustment. Trifine adjustment مهمة أوي إن أنا أعرف which trifine I use. Which trifine I use. أنا عندي هنا نوعين دايما اللي مشهورين موجودين إنه عندي نوع اسمه بارون ونوع اسمه كورنيت. الكورنيت وهو ده المتاح عندنا في المستشفى اعتقد في الفتره اللي فاتت. معظم الناس بتتكلم ان البارون اللي هو على ايدنا الشمال ده او على اليمين هو ده اللي معظم الجراحين بيستخدموه في حالات الدلك. لكن احنا قدرنا نستخدم الكورنيت ده بطريقه معينه وعندنا صاين معين هنتكلم عنه لما نستخدم الكورنيت ده. الادجستمنت بتاعي اني بخلي this is the cutting edge اللي عليه الماوس وده السيركل اللي في النص. دايما بلف الكورنيت بلف التريفاين بحيث ان ده يكون تانجنشال مع ده وده بسميه الزيرو بوينت بتاعي.
وبالتالي بعمل سيتنج للبليت ايدج ات زيرو بوينت، والابروبريت ريفاين سايز مهم جدا ان انا بسلكت. يعني خلينا دايما اقول نقطه مهمه في حالات الدلك، في حالات الدلك اللي هشتغل فيها في حالات الكراتو كونس، دايما بخلي السايز اوف ذا كرافت او ايكوال للسايز اوف ذا اللي انا هعمله بانش، يعني البانش والريفاين يكونوا قد بعض. في حالات الدلك انا دايما بخلي لو انا هستخدم ريفاين 8 مللي هستخدم بانش 8 مللي. اعتقد دكتور امير ده مش مع الكلاسيك تيتشنج، يعني الكلاسيك تيتشنج كان دايما بيسيب ربع ملي ما بين البانش والتريفاين. بتبقى مفيده في ايه ان البانش والتريفاين الاثنين قد بعض؟ الكلاسيك تيتشنج ان انا هخلي جاب دروب ما بين البانش والتريفاين، ده في الحالات، في الحالات العاديه. لكن انا في الحالات الكرات كونس معظمهم بيكون عندهم بيكونوا مايور، وبالتالي ده بيخليني البوست اوبرتيف ريفراكشن بتاعك هيقلل كتير من المايو. تمام. لما اجي اعمل تريفاينيشن للكورنيا، الكورنيا دايما بخليه بارشال سيكنس تريفاينيشن، وانا عايز اوصل للايم بتاعي ان انا اوصل ل 70 ل 80% من الكورنيا الثيكنس. هفكر الزبرة تاني ان كل لف ربع لفة من دي لحد هنا بتقطع تقريبا حوالي 60 مايكرون، وبالتالي لو انا عايز اوصل ل 300 مايكرون من الدبس يبقى هلفه خمس لفات. المقصود دكتور امير ان احنا كل لفة يعني ربع، يعني كل ربع احنا دايما احنا بنقول عليها لفه، لكن هو كوارتر. كل ربع لفه من دي بتقسم بتقطع لي 60 في بتقطع لي 60 مايكرون. تمام. طبعا هو الساين يعني معظم الناس وكل الجراحين الكورنيا بيتكلموا على ان هو بيحسب، بيجيب ازاي هحسب الدبس. فهو بيعتمد على البنتا كام. البنتا كام في الجزء اللي انا هقطع مثلا تقريبا على 8 مللي، فبالتالي بشوف على 8 مليمتر في من السنتر بتاع الكورنيا على البنتا كام، السكنس هنا كام، الافرج بتاعي كام. ساي مثلا انه الافرج عندي 500، وبالتالي انا عايز اقطع 70% من الثيكنس دوت، فبالتالي تقريبا عايز اوصل ل تقريبا 350 مايكرو. طيب انا ازاي هوصل ل 350 مايكرو؟ يعني انا محتاج ان انا الف خمس لفات او ست لفات، ان انا اقسم ال 350 دول على 60 على ال 60 هيديني عدد اللفات اللي انا هلفها. لكن احنا هنا لقينا كتير قوي، ويمكن الدكتور محمد النعماني شاركنا النوادي، ان احنا احيانا كتير بنيجي نحسب الحسبه ديت وتيجي تحسب عليها تلاقي الكورنيا تفتح منك ويحصل فول سيتنس. فلقينا في ساين معين هنا كده في النقطه دي بالذات، لما نيجي نوصل للاوبتيمم ديبس بنلاقي يحصل حاجه اسمها تويستنج في الكورنيا الفيليوم. ممكن كتير ما بقاش متخيلها الا لما هنشوفها مره كده نبقى نصورها بشكل واضح هيبان. بعد كده هتنقل لي الستيب نمبر 4 ان انا هعمل البيج بابل. عذرا دكتور امير، احنا كانت المقصود بالكورنيال تويست او الابثيليال تويست دي ان انا اول ما اشوفه I have to stop trifination، ما لفش اكتر من كده، حتى لو حساباتي ان انا الف لفات زياده. بالظبط كده، ان احنا لاحظنا ان احنا
لما بنوصل للساين دي ان انا ببدا اشوف الكورنيال او الابيثيليال تويست ده، ده معناه ان انا اي شوت ستوب هير، ما اقدرش لو زودت عن كده هفتح الكورنيا هتفتح وهي هقلبها الى بنتريتنج. فلاحظنا ان احنا لما بنقف عن اول ما بوصل للكورنيال تويستنج دي او الابيثيليال تويست، ده معناه ان انا وصلت للاوبتيمم ديبس اللي انا محتاجه، مش محتاج اكتر من كده. اي هاف تو ستوب ريفاينيشن هير. تمام. بعد ما وصلت للدبث بتاع الاوبتيمال دبث بتاعي، باجي بالكريست زي ما انا شايف كده، وبوصل لي الدبث، وبعد كده بدخل بالدا بوينتر، يعني بوينت التب، عشان اعمل تراك اللي هتدخل فيه النيدل بتاعه الاير انجكشن. Just I يعني make a track. بعد كده بنشف كويس عشان ابقى شايف، وبدخل بال 20 زيفن جيج نيدل، بوكا نيدل اللي بستخدمها. ودايما خليني برضو خلينا دايما نلاحظ ان احنا دخلنا بعيد عن السنتر، ما نروحش ان انا انجكت الاير هنا، لا دايما اكون بارا سنتر، لان انتوا عارفين حالات الكيراتوكونس احيانا ممكن يكون عندي ويك ديسبت ممبرين، ممكن يكون حصل لها كورنيال هيدروبس قبل كده. فدايما ابعد وقت الانجكشن عن البيبيلاري الويك بوينت. طبعا انا لاحظت ان البيج بابل اتكونت دلوقتي، ولازم ابقى عارف ايه شور ساينز اللي اتكونت، شور ساينز اوف بابل او بيج بابل فورميشن. دلوقتي انا بحس التنشن، والتنشن ده لازم يكون عالي، دي من الشور ساينز. البابل اللي اتكونت دي تايب 1 بابل، وهنعرف بعد شويه ايه الفرق ما بين تايب 1 وتايب 2. لازم هنعمل باراسينثيسيس زي ما انت شايف هنا كده، ده بالسوبر بليد عشان اقلل التنشن. ودايما خلي بالك النقطه دي مهمه، خلي بالك ان انا وانت داخل بالباراسينثيسيس داخل بالسوبر بليد لازم يكون داخل فيرتيكال مش هوريزونتال، لانك لو دخلت هوريزونتال التسمت ممبرين بتاعك بالتاثير البيك بابل نازل لتحت جدا، يعتبر مالي كل الانتيريو تشامبر. فانت لو داخل بالسوبر بليد بتاعك بالعرض هوريزونتال يعني، ممكن التب بتاعك تفتح الديسمت ممبرين. فانت وانت داخل بالسوبر بليد بتاعك عشان تعمل باراسينثيسيس لازم تكون داخل فيرتيكال، وما تدخلش من هنا، لازم تبقى داخل من عند الليمبس، من عند الليمبس. حاجه ثانيه، انا حقنت نقطه، حقنت اير بابل صغيره قوي، انا بعمل هنا تيستنج لي الاير بابل اتكونت ولا لا، انا عملتها فور ديمونستريشن. هتلاحظ ان الاير بابل دي خدت كدني شيب هنا كده، بقت كدني شيب. ليه؟ لان البيج بابل زقاها في البريفري، خلاها انترابد في الانجل، ودي من الشور ساينز ان انت كونت بيج بابل. فانا دلوقتي عندي بقى ايه الشور ساينز ان انت كونت البيج بابل؟ اول حاجه ان هي دوم شيب زي ما انت شايف، الايدجز بتاعتك ويل ديفايند ايدج واقفه عند السايت اوف تريفاينيشن بالظبط تقريبا 8 مللي. الانترا اوكيولار بريشر عالي، الانترا كاميرال سمول اير بابل تيست زي ما شفناها. يبقى هنا الديسمت ممبرين راجع لورا قوي نتيجه تكوين البيج بابل. فلما بحقن اير بابل سمول بابل في الانتيريو تشامبر بتبقى انترابت وبتاخد الكيدني شيب، وهنا برضه موجود. التايبس اوف البيج بابل اللي بتتكون عندي في حالات الدرك، عندي حاجه اسمها تايب 1 بيج بابل وتايب 2 بيج بابل وتايب 3 بيج بابل. تايب 1 بيج بابل دي بتحصل انتيريور للبري ديسمت ممبرين، او بنسميها الدوليه، و بتديفلوب دايما فروم من السنتر، وانت بتكون وانت بتنجكشن بتتكون من السنتر من هنا نحو البريفري، وبدزنت
It does not easily expand. It does not easily explode into the anterior chamber. مهم جدا انك تايب 1. طبعا لو هتقول لي انت تحب تكون تايب 1 ولا تايب 2، اقول لك احب تكون تايب 1. ليه؟ لان انت بيبقى ورا الاير بابل دي بيبقى عندي البري ديسمت لاير، والبري ديسمت لاير دي بتبقى قويه تقريبا 10 مايكرون او 0.5 مايكرون، فبالتالي بتحمي لك الديسمت ممبرين ان هو ما يربشرش. والايدجز بتاعتها دايما بتبقى ويل ديفايند ايدجز، ويل ديفايند وايت ايدج، بتقدر تفرق الايدج بتاعها عن الجزء الكلير من الكورني، وبتبقى دايما تقريبا من 7.5 ل 8، من 8 مللي. التايب 2 بيج بابل دي بتحصل بقى ما بين البري ديسماتيك لاير والديسمت ممبرين، وبالتالي انت بتبقى واقف على الديسمت ممبرين، فلو انجكت بسرعه شويه ممكن ترابشر، وبالتالي هي ايزلي اكسبلودد انتو ذا انتيريور تشامبر. الايدج بتاعها بيبقى كلير ايدج، ما بتقدرش تفرقه خالص، بيبقى كلير ايدج، ما بيبقاش وايتش او فيدري ايدج زي اللي احنا شفناه في تايب 1. والانسيدنس اوف الديسمت ممبرين ديسمت رابشر is higher in this type of big bubble. ليه دايما؟ لان هي بتحصل posterior للبريديسماتيك لير او بنسميها الدوليه. تايب 3 بقى، ودي بتبقى confusing شويه لان هي بيحصل تايب 1 وتايب 2. لو دايما اشتغل على تايب 1 وما تحاولش تفتح التايب 2، لان هي ممكن تفتح معاك الديسمت ممبرين، فانت تشتغل على التايب 1 تفتح التايب 1 وتسيب تايب 2 بتابزورب بعد من 3 ايام لاسبوع بالكثير بتابزورب. بعد كده بعمل حاجه اسمها دي روفنج للبيج بابل. ولو هتلاحظوا هنا ان انا مستخدم الكيراتون.